هلا بالنسبة لمن يحب القراءة يحب أن يعرف ماذا يوجد في هذه المكتبة في مكتبة الكونغرس، بس بالنسبة لمن يحب الديكور والهندسة الداخلية طبعا سيطلع على هندستها الداخلية. وننتقل من مكتبة الكونغرس مباشرة إلى صور الديكور والهندسة الداخلية التي نشاهدها على مواقع التواصل خصوصا إنستغرام، موقع إنستغرام، وأصبح هناك صفحات متخصصة بذلك ومدونون بلوجرز يطلعون على آخر الموضة أو الترندز في عالم الهندسة الداخلية. واليوم أحببنا أن نضيء على هذا الموضوع مع مدون الديكور جورج أبو شبكي. مساء الخير جورج. مساء الخير وأهلا بك. شكرا. فقط يجب أن نشير بأن الصفحة التي تديرها على إنستغرام اسمها ديكوفنتشر بالإنجليزية، ولديك موقع إلكتروني أيضا، يعني جمعت الصفحات، صفحة على السوشيال ميديا والموقع الإلكتروني. بداية أنت مهندس ديكور في البداية. صح. عادة المهندسين ديكور يذهبون إلى الورش ويصممون، ولكن أن يكتبوا عن الديكور هذا أمر جديد. لماذا اتجهت إلى هذا المسار؟ ديكوفنتشر بلش أكثر من تقريبا سنتين، وكان هدفه أكثر إذا بدك الهروب من الواقع اللي عم نعيش فيه، الواقع كل شيء أسود عم يصير حوالينا. كان عبالي أطلع بشي منصة صغيرة بتطلعني على الكرياتيفيتي أكثر، على عالم ما عنده كتير حدود، عالم فينا نحكي اللي بدنا إياه فيه، ما عندك كتير الباوندريز الليمتس اللي بتحطهم بحطهم عالم الديكور. في هيك في واقع عندك دائما واقع، بس بيكون عم تتواجهي مع زبون، بس تكوني تمشي مع ذوق زبون، مجبوره يعني تمشي مع ذوق زبون بمحل، وفيك لازم تعملي مثل توازن صغير بين ذوق الزبون وبين شو مفروض ينعمل، شو فينا نعمل بالمكان اللي عم نشتغل فيه. سو حبيت اعمل ديكوفنتشر كهروب من هيدا الشيء على عالم اكثر ملون، عالم اكثر فيه طاقه ايجابيه اكثر، وهذا كان لانه مش كل المبدأ. الناس يفهمون الابداع في مجال يعني حريه الابداع في مجال الديكور، يعني احيانا مثلا تضع صوره ينظر اليها الناس انه شو هيدي مثلا، يعني بيكون طريقه الفهم لك انت كفن يعني كمهندس في نظره مختلفة. كيف تختلف هذه النظره عن من خلال الدراسه اللي بتنعمل خلال فتره الجامعه ومن بعد الخبره اللي بتعمليها بالورش، وبس تكون عم تتواجهي مع زبونات وعم تشتغلي معهم بصير في عندك بتبلور نظره ثانيه، نظره الناس ما بتشوفها عندك، تكتشفي بس كون عم تشتغلي بقلب بيت على قصص يلي البيت البوتنشل اذا بدك يلي البيت عنده اياه، يلي فينا يلي هون اهميه مهندس الديكور يكون موجود بقلب بيت كرمال يقدر يعطي البيت حقه ويفرجيه حتى لو كانت المساحه صغيره. أكيد. مثلا انا شخصيا بحب اشتغل بمساحات صغيره اكثر لانه بتعطيك اكثر تحدي لتقدري تعطي شيء عاده الشخص ما بيكون كثير شايفه. يعني تستغل المساحات الى اقصى الحدود مجبوره، بس تكون المساحه صغيره لازم تعطي، لانه عاده اللي بيجي الزبون بيكون عنده كثير متطلبات بمساحه صغيره وما بيكون عارف كيف كلها بده يجمعها، او بيكون عندهم كثير صور اذا بدك عم بنبشون اونلاين وما عم بيعرفوا كيف كله بده يكون بالبيت. عاده هون تجي شغلتنا انه طب شو الصور دوع التي تضع لنا؟ عم نشوف شوي بعض الصور عن الانستغرام تبعك. يعني دائما عندك ذوق مودرن شوي. انا اكثر اكلكتيك بيعتبروا فسرنا لا كلمه كبيره يعني اكلكتيك هو اكثر الذوق اللي بيدمج بين الخط المعاصر جدا بالديكور والخط الفينتج القديم. بيكون عندك الميكسينج بين اثنيناتهم يعني بس بدك تجمع ذوقين فيه، هذا الشيء جيد. هيدا اكثر هو موضه كان فتره من الفترات، وهلا صار اكثر ترند عم بتكون دائما موجوده بين تخلطي بيسز قديمه موجوده وتفوتي مع شيء مودرن موجود فيها. بيعطي ستيل جديد للبيوت وبيعطي مثل تجدد لقطع قديمه عم تكون موجوده بسبيس جديد. طب كيف يعني توصل هذا الذوق للمتصفحين على انستغرام او حتى على البلوج؟ يعني كيف شو القصص اللي بتحب انك تبرزها او كيف هي بلشت ما كان هدفي كثير فوت بتفلسف على القارئ او اتفلسف على الشخص اللي بده يفوت على الصفحه. كانت اكثر الطريقه تكون لمين ما كان في يفوت يشوف، مين ما كان في يفهم اللي عم بحكيهم. بس توصلي لهم الموضه او بس توصلي لهم الخبر يلي عم بيصير بطريقه كثير سلسه، بطريقه كثير لايت ومهضومه. أيه. بس تستعملي قصص الناس عاده ما بتشوفهم تضوي عليهم. ليش ما بتكتب بالعربي؟
بكتب بالعربي. هلا عم جرب ضلني عم بحكي بالعربي، فكتابتي بالعربي بتعوز شخص شغلته يترجم ويكتب بالعربي. لكن كمان للاسف لانا صار اكثر الناس عم تتوجه كمان ما عم بيقروا كمان كثير، يعني عم بشوف الصوره بس، ايام بتشوف بشوف هيدا الصوره، هيدا مساله هيك سحب، وهيدا شيء كثير سيء، لانه اذا من هلا عم نبلش هيك شو لوين رح نوصل؟ طب هناك سؤال جوهري الان، في بالنسبه للبلوجرز يعتقدون ان الصفحة على السوشيال ميديا تؤمن لهم حضور أكبر مما إذا كان لديهم موقع إلكتروني أو ويب سايت. عم تلاقي هالمشكلة؟ يعني الناس ما بفوتوا على الويب سايت، بتلاقي مشكلة أكثر إذا بدك بكلمة بلوجر، لأنه عادة الناس كل الناس بتسمي حالها بلوجرز، إنفلونسر، إنفلونسر هالكلمة اللي بالنسبة لقلب تزعجني كثير، لا بتزعجني أكثر. شو بتقول بلوجر أحسن يعني؟ جورج أبو شبكة. بس حق انه تعرفي، لانه كلمه انفلونسر صارت كلمه كثير مستهلكه، صارت كلمه الكل عم بيلزقها على اسمه، جزء لانه هو موجود على السوشيال ميديا. بس شو اللي عم بتعلم الناس، شو اللي عم ما بعرف كيف بقولوا، بلوجر شغله حلوه، هو يقترب من ان يكون صحفيا، يعني يقدم ماده وبس لديه هو المنصه الخاصه به. بلوجر يعني. كمان الناس بتسمي حالها بلوجرز بس بتكون عندها انستغرام اكاونت. الفرق اللي كنت عم حاول اعمله من ديكوفنتشر من الموقع الالكتروني اول شيء، وهلا عم ينتقل اكثر على يوتيوب، انه جرب وصل للناس بطريقه كثير هينه مسج ما عم بيقدروا يقروه، او ما عبالهم يفتحوا على موقع تنقول كثير هندسه بيور، ما عم بيهتموا كثير فيه. انت بتسافر وبتصور ايضا، يعني تصور في سفر. السفر بالنسبه لي هو اكثر هروب، يعني كثير كله بقضيها هربان. شو قصدك؟ عن جد عم بهرب كثير، لازم اثبت شي محل. بس عاده كثير ناس بتقلي انه عندك كثير بوزيتيف انرجي على ديكوفنتشر، وبتبين كثير من الالوان اللي دائما موجودين. هذا شيء حلو. بتقلي من وين بتجيب الطاقه الايجابيه تبعك؟ عادة دائما ما بعرف شو الجواب، بس اكتشفت مؤخرا ان السفر هو اكثر شيء بيعطيك طاقه، يعني لانه عم بتروح. بس هذا بيوسع ايضا عينك لكي ترى، يعني بس تكوني عم تشوفي شيء غريب، شيء منه قريب من حضارتك، من اكل لهندسه. اي بلد حبيت اكثر شيء؟ يعني آخر على مستوى الديكور طبعا، يعني انه اغنى مخيلتك بالهندسه. اكثر منطقه كانت هولستات باستريا، اللي اعتبرتها مثل الجنه موجوده على الارض. هولستات بالاسم باللحظه المضبوطه. كانت اكثر مدينه جميله، ورحت عليها كانت تلج، كان من اجمل القصص اللي كنت فيها اشوفهم. شفتك بس رحت بالصيفيه، كانوا حلوين. قول انك قلتني ورحت لهون، بتصور من وقت ما انت رحت قررت تروح، بس فضلت الشتوي عليه. جورج، لم تقفل الموقع الالكتروني، وفي ايضا اليوتيوب، بس خبرنا شويه يعني ارقام بشكل سريع. هل هذا العمل يؤمن مردود مادي هي الفكره، انه بلشتها كاكثر كهوايه اكثر، ورجعت انتقلت صارت بزنس، يعني صارت اذا بدك فينا نسميها بزنس، بس مش بزنس مني مثل البلوجرز يلي دائما عنده شيء مدفوع وعم بنزل. انا عاده بفضل نزل شيء انا مقتنع منه، بتواصل على طول وبعمل كولابوريشنز دائما مع ديزاينرز لبنانيه، بتعاون مع لانه حلو تفرجي لهم كمان، تستخدمي البلاتفورم تبعك كرمال تضوي عليهم هن. مش فولورز عندك غالبيتهم نساء؟ اكيد عندي كثير فولورز نساء. اوكي. شكرا جزيلا جورج ابو شبكي، مدون ديكور ومهندس الهندسه الداخليه.